طيب وهدفي انا بكل انواع الاكواسيون اوصل لوحده من الاثنين تنحل. يا بده يكون شكل الاكواسيون او الابسنس اكس، الاكس مش ضروري يكون اكس، حطيتها اكس كبيره يعني او اذا بدكم، خلينا نقول يعني فيها تكون اكس اكس بلس 2 2 اكس اتسترا. يا بده يكون شكل ايجال ان سيرتان نمبر ار، في هيدي الحاله بيستنتج اوام جران اكس ايجال لان ار وتكفي الاكواسيون عليه. ساعتها الجران اكس شو ما كان في بقلبها بجيب الاكس، بس هون شرط ان الار تكون بوزيتيف اكيد، لانه الاوفر تكون بوزيتيف. اذا كانت الار نيجاتيف امبوسيبل، ما فيها تكون الابسنس اكس بيصير نورمال. او بده يكون شكل الاكواسيون شكل ابسط من هيك، او الابسنس اكس ايجال مثلا او الابسنس ايجريك، ساعتها بتروح الاو مع الاو بتصير الاكس ايجال ايجريك، وبعمل الريزولت. يعني من هون ومن هون فيني كفي عادي سهل، بصير فيني جيب الفاريبل. فنحن هدفنا بكل هذا السؤال نوصل، حتشوفوا بكل السؤال يا حيطلع شكل الاكواسيون او على بيسونس ايجال ان سيرتان نومبر، يا حيطلع شكل او على بيسونس ايجال او على بيسونس، وبالتالي بصير فيني حل. اوكي طيب نبلش. بالنسبه للاولى او على بيسونس اكس مو ا ايجال ازرو، هيدي قادر بسهوله يسهلها لهذا الفورم الاول اللي عم نحكي، مجرد ما احطها مجرد ما اخذ المو ا لكان جهه بتصير او اكس ايجال ا، يعني ديركتومون اكس ايجال لان ا، يعني اكس ايجال لان ا دي ميزه. وفي تحط اوام زيرو على فكره معروف، يعني معروف الاو ار بيسونس زيرو هو، فهون السوليسيون بتطلع زيرو بكل بساطه، ما في لا كونديسيون ولا شيء خلص. اوكي مجرد ما اخذنا المو ا لتاني جهه صار شكل او ار بيسونس اكس ايجال نومبر، يعني اكس ايجال لان دو سومبر. الثاني نفس الخبريه بس هالمره غيرنا الاكسبوزون، بدل ما يكون اكس صار مو اكس، وهون حطينا ارقام. فشو بنعمل؟ نفس ما عملنا فوق، بناخذ كل شيء لتاني جهه نفصل الاو عن الارقام، يعني بتصير او على بيسونس مو اكس ايجال، اذا اخذت الموان تروا لهون بتصير تروا، وفي اصلا مو ا فبتصير او مو اكس ايجال اكسبت. دائما لتعرفوا تكفوا بده يكون الاكسبوننسيال بيساوي نمبر بوزيتيف. الاولى او مو اكس ايجال 2، يعني الاكسبوزون اللي هو هالمره مش اكس، مو اكس ايجال كومبري. انا هون حطيت جران اكس، انتبهوا يعني شو ما كان هيدا، هيدا اللي فوق شو ما كان بس يصير تحت بيصير لان ا، فموا اكس ايجال لان 2 اضرب من موا اكس ايجال موا. عم نفهم؟ يعني ليكو بشكل عام بس يكون شكل الاكواسيون او اكس ايجال نمبر لازم يطلع جواب لان. اوكي طيب الثالثه شكلها ابسط حتى من الاولى والثانيه، هي شكلها ديركتومون او ايجال او. هاي اذا هي شكلها او على بيسونس ايجال او على بيسونس، بتروح كان الاو مع الاو، فبصير الاكسبوزون يساوي الاكسبوزون. يعني هون هاي هي الجران اكس اللي حطيتها فوق، وهيدي هي الجران اكس، صار 2 اكس ايجال مو اكس بلس 1، بنجيب لعنا الاكس 3 اكس ايجال 1 اكس ايجال 2. هيدي ما طلعت لان مثل ما شايفين، ليه؟ لانه هي شكلها او ايجال او، يعني الاثنين في او، هون ما كان في اثنين دول، فبس يكون شكلها او على بيسونس ايجال او على بيسونس بيطلع نمبر عادي، نمبر ريال عادي. ماشي؟ صارت ا سير 3. لهون في شيء مشاكل؟ كل شيء تمام؟ طيب نروح على البارتي 4 و 5 اللي هن ايكواسيون سكوندري. طيب بالنسبه لل 4 الكاتر صراحة حبيت استغل شغلي، هلا فيك تحلها ايكواسيون سكوند دغري مثل مثل الثانية، بس لأنه ما فيها كونستانت ما فيها سي، يعني هون ما في نمبر، جيت أخذت استغليت هالموضوع وأخذت أو إكس فاكتور كمان. انتبهوا بالأو دوز إكس، الأو دوز إكس شو يعني أو دوز إكس؟ يعني أو إكس كلها أوفري، مش هيك اتفقنا؟ فلما جيت أخذت أو إكس فاكتور كمان شو بقي من الأو إكس أوفري؟ بقي أو إكس، وهون شو بقي؟ موانسن ايجال ا زيرو. هيدي الايجال ا زيرو هي اللي حلت المشكله، لانه ما في نمبر، بينما لو كانت ايجال نمبر، لو في رقم هون بدي اخذه لتاني جهه ما بيزبط. اذا برودوي ايجال رقم عادي غير زيرو ما فيني اعرف، بينما اذا برودوي دو دو فاكتور ايجال ا زيرو، يعني الاول ايجال ا زيرو او الثاني ايجال ا زيرو، صف الابويه بنعرفها. فهمتوا شو استغليت؟
يعني هي اكواسيون سكوند ديغري مثل السانك اللي حنحلها بعد شوي، بس لانه ما فيها تيرم كونستان فيها تكون القصه ابسط من هيك. مجرد ما اخذ او اكس فاكتور كمان بصير ايجال ازيرو، او اكس ايجال ازيرو امبوسيبل، ما فيها تكون الاكسبونسيال زيرو. اتفقنا نحن الاو على بوسونس اكس توجور ستريكتومون بوزيتيف، ما فيها تكون زيرو فهي امبوسيبل. الثاني بتطلع او اكس موان 5 ايجال ازيرو. طيب شو يعني او اكس موان 5 ايجال ازيرو؟ نرجع مثل فوق، يعني صار او اكس ايجال 5 نركب لان بتصير اكس ايجال 5. طبعا يلي حل على ايكواسيون السكوند ديغري نفس الشيء طلعناه هذا، فهمت كيف؟ بس انا هون فيني استغل انه هي ما فيها تيرم كونستنت كرمال هيك حليتها على الفاكتور. هيدي الميثود اللي عملتها هون ما راح تزبط هلا على البارتيسان، حتشوفوا ليش. بس قبل البارتيسان فهمناها منيح لهي، فهمتوا هون ليش صارت او اكس فاكتور او اكس؟ الاو دوز اكس هي او اكس كلها اوبريت، ولما اخذنا او اكس فاكتور بقي منها او اكس، ماشي؟ برودوي ايجال ازيرو يعني واحد من الدو تيرم ايجال ازيرو، هيدا امبوسيبل وهيدا ايجال سين. طيب شوفوا الثاني هلا، هيدي ما فيني اعمل مثل ما عملت فوق. ليه؟ لو فرضنا ترميز حب يعمل مثل ما عملت فوق، اذا جيت هون اخذت موان 5 لثاني جهه واخذت الاو اكس فاكتور كم حيطلع هيك؟ تابعوا معي، كم حيطلع او اكس فاكتور؟ روا او اكس موان 2 بطلت ايجال ازيرو، صارت ايجال 5 اذا اخذت الموان 5 لثاني جهه، فهمتوا كيف؟ اذا برودوي ايجال 5 ما فيني اعرف شيء، مش معناتها هيدي اه وهيدي 5، ممكن تكون ما بعرف ممكن يكون هيدا 2 وهيدا 5 دمي، ففي كثير احتمالات هون. كرمال هيك هيدا الايكواسيون ما بتوصلنا النتيجه، هذيك زبطت معي لانه ما في تيرم كونستنت، فهيدي بدي اعتبرها حولتها لايكواسيون سكوند ديغري مثل ما شايفين، اعتبرت الاو دوز اكس هي او اكس كلها اوبري، صار شكلها ايكواسيون سكوند ديغري اون توا اون او اكس، معناتها ديريكتومون على الكالكولاتريس او على بيسونس اكس 1 ايجال او على بيسونس اكس 2. انتوا هون بتحجزوا المحل قبل. الكالكولاتريس ما بتعطيك او اكس 1. الكالكولاتريس بتعطيك اكس 1 اكس 2. انت شو رح تحط على الكالكولاتريس؟ انت ما لك علاقه بالاو. الكالكولاتريس انت رح تنزل المعلومات اللي هن ترواه ايجال موان 2 ايجال موان 5. ساعتها عطتك هي اكس 1 ايجال اكس 2 ايجال. انت بس لك تحطهم هون قبل. لانه هي الفاريابل او اكس فصارت او على بيسونس اكس 1 ايجال و او على بيسونس اكس 2. الأولى 5 تيار acceptable، الثاني موان 1 impossible، ممنوع تكون الـ negative. فصارت السوليسيون الوحيدة هي OX إيجال 5 تيار. شو بنعمل؟ بنرجع مثل البارتي الأولى، إذا O على بيسونس إيجال نومبر يعني سينو X إيجال لان دو سينو، فX بتطلع بس هون لان دو سينو. سئبت أنا عطيتكم دوز إيكواسيون أعطونا إن سول سوليسيون، بس انتبهوا ممكن الإيكواسيون السكوند ديغري يكونوا هو اثنيناتهم بوزيتيف، يعني يمكن يكون في عندنا دو سوليسيون، ممكن يكونوا اثنيناتهم نيجاتيف يعني يطلع فاضي سوليسيون، او يطلع مثلا وحده زيرو وحده نيجاتيف يعني كمان فاضي سوليسيون، يعني كل الاحتمالات وارده هون، بس ثابت انا اعطيتهم وحده سوليسيون وحده ارجل. فهمتوا هون؟ هودي البارتي 4 و 5 حاله خاصه من الايكواسيون، ما بيشبهوا هولي، هيدي شكلها ايكواسيون السكوند جريد بتستعمل كالكولتيس. اوكي؟ هلا حنرجع للطبيعي بالبارتيسيس. قبل البارتيسيس كل شيء تمام؟ فينا نكفي؟ ايه تمام. ايه استرس فيكم. بارتيسيس انا سيس و سات و نحن حاول تتبع فيهم دبوار بزنون دي. سيس و سات و نحن فلا صرنا عم نحكي لي رايجل تعضيت ما نستفيد منه. عندنا هاي الايكواسيون. طيب هوني عندي مشكله في اثنين او مضروبين ببعض بدي احولهم لاو واحد. انا بعرف او على بيسونس ا فوا او على بيسونس بي، فيني احط او على بيسونس ا بلس بي، يعني هيدي فيني اختصرها لاو واحد. قلت لكم بنلف وبندور ما نرجع اخر شيء لهيدا الفورم او على بيسونس ايجال نومبر. هون النومبر جاهز هيته اه عندنا اياه، يعني الـ A هون مبين هو A. فأنا هدفي هون في عندي مشكلة إنه في اثنين إكسبونسيال بدي أحولهم لإكسبونسيال واحد. كرمال هيك بدي أفكر بالرايجل المفروض. أو على بيسونس A فوا أو على بيسونس B بتصير أو على بيسونس A بلس B. يعني X بلس 1 موان 2X. ف
فهلا لما صار شكله، هلا انا هون كمان حولت الان لاو، حبيت حل على طريقه على مع انه كان فيني خليها تحط لنا، بس مش مشكله لانه معروف الان هي او على بوسيسيون زيرو. فهمت كيف؟ يعني التلميذ خلص بصير بيحفظها انه فيني احولها لاو تحط او على بوسيسيون زيرو. هلا الاو والاو راحوا مع بعض، فبصير النيميراتور عفوا الاكسبوزون هيدا اذا بتحسبوه بيطلع موا اكس بلس ان ايجال الاكسبوزون اللي هو زيرو. إذا ما بدك تحلها هيك كان طلع موا اكس بلس ان ايجال لن ان، نفس الشيء. اوكي؟ كان طلعت لن ان بيمشي زيرو. المهم موا اكس بلس ان ايجال زيرو يعني موا اكس ايجال موا ان، يعني فينا موا اكس ايجال. اوكي؟ على فكرة دائما فينا نجرب الفالور ها؟ يعني اللي بحب يتأكد هلا فيرو على الكالكوليتريس ويحط محل الاكس ان بالإكواسيون نفسها. يعني يحسب او على بوسونس ان بلس ان فوا او على بوسونس موان 2 فوا ان راح تعطيه لحاله ايجال ان. لازم والا بكون في عنده غلط. كومبري؟ هون شو عملت؟ استعملت اي راجل او على بوسونس ان فوا او على بوسونس بي او على بوسونس ان بلس ان. هلا راح استعمل الكل، ليك هون بالبارتي سيت قد ايه راح استعمل فورميلات. طيب عندي هاي انا معطيك بدي بلش اشتغل. اول شيء فوق بالنيميراتور في عندي او فو او او فو او فينا نحط او وحده واجمع اكسبوزون، يعني بتصير او على بوسونس اكس موان 2 بلس 3 موان اكس تحت تركتها او موان اكس ايجال. هاي لي راجل ثاني هلا عم نستعملها. شفنا نحن انه ان سير او على بوسونس موان ان هي ذاتها او على بوسونس ان، يعني الاو اذا بدي اطلعها لفوق بغير السين الى الاكسبوزون. هلا سايبت هون السين نيجاتيف، لو كان هيدا بوزيتيف كان طلع موناف، بس هو تحت ام موناف فشو بصير فوق ام لهون ماشي الحال. طيب ثاني ايتاب بدي نقص، هلا صار عندي شكل او اه سير او بي، صار عندي هلا فورمول ثاني، يعني بهيدي انا استعملت هلا تروا فورمول او اه سير او بي. شو بعمل؟ بيسونس عادي مثل او بيسونس بتصير او على بيسونس بنقص اللي فوق من اللي تحت. يعني هدفنا نحن نزغل قد ما فينا يطلع لنا او واحد. فهون او على بيسونس اذا جمعته هول اللي فوق قبل وخلصت منه رح تطير الاكس مع الاكس مثل ما شايفين، بيبقى هون موان 2 بلس 3 يعني اه بس. ما بعرف اذا الخط واضح ولا لا، لانه صغير يمكن. فهون عشان ما انقلهم كلهم يعني حسبتهم فرد مره طلعوا اه موان اللي تحت، اللي تحت هي موان دوز اكس فهي موان موان. هلا طبعا فيك تحطها قيمة اوان بلس، بس انا عم فرجيك انه عم طبق الراجل اه موان دي، فهي هي الار وهي دي اه موان موان دوز اكس وهي دي او على بوسونس لقد ذكرت مش الحال. صار عندي شكل هلا او ار ايجال او دي، صار فيها تروح الايمان. فهمتوا كيف؟ يعني صار عندي هذا الفورم او على بوسونس ايجال او على بوسونس. هلا بحسب فوق بتصير ار بلس دوز اكس هاي ايجال اللي فوق اللي هو هاي وبحسبها جوز اكس ايجال وي اكس ايجال هذا هو السورس. كمان اللي بحب يتاكد فيه يرجع يحط محل الاكس بالاكواسيون نفسها هاي، لانه يعني بجوز يكون غلطان هون مش محل هيك. اذا عوضها باللي هو اعطاك اياها بيتاكد مليون بالميه من شغله صح. يعني اذا بتحمض الكالكوليتريس تعيد تحلها بتحط كاكسيون بتبلش او على بوسونس 4 موان 2 فوا او على بوسونس 3 موان 4 سير او على بوسونس موان 2 فوا 4 اوكي يطلع عندك نمبر. طبعا هو بيعطيك اياه بالديسيمال بظن، وبترجع بتحسب ان سير او على بوسونس موان 9 حيطلع نفس النمبر نفس الشغل. اوكي الفكره بس تمرين على هالقاعدات او ا فوا او بي او ا سير او بي ان سير او موان اف. اوكي الهدف بنلف وبندور حيطلع اخر شكل هيك او على بوسونس ايجال او ا بس تصير هيك بتروح الاو مع الاو بتمشي مثل ما حتشوفوا هلا كمان بالبارتينات الاخيره اللي كان عندهم اياها بالدكتور. هون عندي هالشكل هيك او فوا او سير او. كمان كثير بتشبه للبارتيسات، بس الفرق هون ما حطيت او تركت نمبر، كمان نرجع للان هلا بشوف هون ليش عملت هون؟ فرق مره جيت عملت اثنين بواحد، يعني استعملت دو راجل براجل واحد. هي المفروض تستعملوا او فوا او وترجعوا تستعملوا او سير او. جيت قلت انا انه هي فرد مره او على بوسونس كل شيء فوق بجمعه مضروب، يعني جمعت الموا اكس بلس 3 مع الدو بلس اكس ورجعت نقصتها من مين؟ من اللي تحت الاي بلس
تمبريتير تغير واي اكس بلس 3 واي. هلا اللي ما بده يشتغل هيك فيه يشتغل ايتاب ايتاب من فوق ما في مشكله. يعني انا فوق كان فيني اعمل هيك انا. يعني فيني اتخيلها انه هيدي شكلها لحالها بيطلع هو الكسانس هول اللي جمعناهم. طيب انا عارف حالي انه حارجع بتاني ايتاب شو اعمل؟ حارجع نقص اللي فوق الاكسبوزون من مين؟ من اللي تحت. ففرض مره نقص فيني استعمل دو راجل راجل واحد. طيب مو اكس بلس 3 واي بلس 2 بلس اكس مو اللي تحت. ايجال دو اللي قدو تركته ما في مشكله. هاي اللي بحسبها او اللي كلها يضم بحسبهم بيطلع او على بيسانس موان دو زيكس بيسانك ايجان. شو صار شكله؟ صار شكله او على بيسانس جران اكس ايجان نومبر دا. وشو بصير؟ تنزل لجران اكس تتحب على الارض اللي هي مين هون؟ اللي هي موان دو زيكس بيسانك او الرك. سي او على بيسانس كالكو شوز ايجان نومبر معناتها سو كالكو شوز اللي هي موان دو زيكس بيسانك ايجان لندس. انتو حافظينها بس على الاكس. ما تحفظوا لي اياها بس على الاكس. اذا او اكس ايجال ا انتم حافظين هيدي اكس ايجال لنا شو ما كانت الاكس تطلع مهم الايكون بوزيتيف. فهون الاكس سائرت من هي؟ هي موندوز اكس بلس فصارت موندوز اكس بلس ايجال لاندو ا يعني لاندو دو. وبتحسبوا بتاخذوا العونيك بتقسموا اخر شيء بيطلع اكس ايجال 5 موان اند 2. خلوها هيك هيك كومبري. اوكي استاذ قولي بس هيك على الايكواسيونات كيف نشتغل. بالنسبه للانيكواسيون نفس الشيء بس محل بليغران محل الايجار بصير في بليغران بصير في بليغران. طيب هلا في شغله الويت انا قفيتها ما اعطيتكم اياها دفوار لانه فيها حركه قلت يمكن ما تعرفوها رح اعطيكم هيك مساعده لها هلا خدمات تقدروا تعرفوها. اوكي رح اكتبها هون يعني فيكم ترجعوا تنقلوها او تصوروها تاخذوها مثل مساعدة. البارتي ويت عندكم هلا ناسي شكلها انا بس هي الاو مفصوله عن الاربسونس. يعني عندي مثلا شو بدي بارتي ويت بلقى حل وحده بتشبه البارتي ويت من عندي انا. اذا عندي مثلا انا 2 اكس موا او اربسونس موا اكس ايجال بار اكزامبل 5 بتشبه البارتي ويت. شيء بيشبه هيك يعني وحده اي على بيسانس اكس ووحده اي على بيسانس من اكس محصورين ببلس او ضمن. اوكي هيدي الايكواسيون بدك تفكر فيها ما بتنحل بطريقه كلاسيكيه. هون انا ما عندي راجل او مو او ما عندي راجل او عندي او فوق او عندي او سيرو وهول الاكسبوزون ما بيشبه بعض. الحل لهيك المواضيع شو هو؟ انه هون بينتبه الاكسبوزون اوبوزي لبعض. بس يكون الاكسبوزون اوبوزي لبعض ويكون الاو مفصولين عن بعض بلس او بموا الطريقه هي اللي حاعملها خلي البوزيتيف اكس يعني والاو مو اكس بحطها ان سير اكس على بتعرف ليش هيدي راجل فينا عملها صح ولا لا؟ احنا بنعرف الاو اذا بحاجه لغير له محله يعني او على بسونس موا ا هي ان سير او ا واو على بسونس ا كمان هي ان سير او موا. يعني مجرد ما غير محله من نمره يعني هيك كانها كانت بتصير اه لما نزلتها لتحت صارت اكس. هلا ليش رح تفهم هلا ليش؟ طيب لما عملت هيك صار بالاكسبوزون هو زيته طلعوا اكس واكس. شو بتعملوا هلا ثالث ايتاب؟ بتعملوا هون دنمرتات هم هيدي هون سير اه كانت مظبوط؟ فشو بتصير هي؟ 2 اكس فوق اكس يعني صار 2 على بيسونس 2 اكس او او اكس او قريه هي زادة او اكس فوا او اكس يا جماعة هي كأنك عم تجمع الاكس مع الاكس او او فوا او بي وبتصير او على بسانس دو زيكس. هاي اللي بتضلها موعة وهاي اللي هونيك بتضلها سنة. لك شو بتعملوا هلأ وبتخلص يا خدمة عملوا مويان مويان اكسترام بار اكسترام بتصير دو او دو زيكس موعة ايقال سنة اكس. تبعت لما رحنا حولناها لإيكواسيون دو بوا هلا بالسكوند دو جيبوا السانك اكس لهون وظبطوها كإيكواسيون بتصير 2 او دو زيكس موا سانك اكس. انا عم بعطي اكزامبل من عندي انتبهوا يمكن ما يزبط هيك بس عم فرجيكم كيف تعملوا معها موا ايجال هيدي صار شكلها مثل اي بارتي هلا مثل البارتي 4 اللي حليناها فوق إيكواسيون السكوند
يعني هاي اللي صارت 60 ايكواسيون بسكوند جري اون اكس وبتحلوها على الكالكولس. فهمت كيف؟ هذا الشيء امتى بنعمله؟ لما بيكونوا مفصولين الاو وهول بيكونوا اوبوزي لبعض، يمكن ما يكونوش اكس، يمكن مره يكونوا دوز اكس اثنيناتهم وهيدي 1 دوز اكس. يمكن تكون تر واي اكس وهيدي 1 تر واي اكس حسب. بس يكونوا هيك اوبوزي لبعض بتلعبوا هيدا. النيجاتيف بتنزلها لتحت بسيط بسيط وبتعملوا درما ترقم معهم ويان ويان بتطلع ساعتها لحالها ايكواسيون دو كوار دو سكوند جري. يعني بتتحول لايكواسيون. هيدي بتشبه الترتيب. اوكي؟ كرمال تعرفوا تحلوها. اتفقنا؟ طيب هيدي بالنسبة لعلم رح محيها أنا إذا حدا بده يصورها هيك يرجع يرجعها ما عندي مشكلة. طيب بالنسبة للدريفات يمكن ما تكونوا عرفتوا كثير تشتغلوا، حأعطيكم هيك إكزامبلات وذكركم. نحن شفنا بالدريفات إنه E à la puissance x prime et z à ex. Ou E à la puissance moins x prime, dérivé de E moins x, ça veut dire que nous avons un numéro, ça fait un cousin, qui est moins E moins x. Ou en général, E à la puissance u, il y a un chemin qui est u, faux, dans le dérivé de E, il y a u prime. تضربوها بالاكسبونسيالز. هيدي هي الراجل جنرال. يعني انا اذا بدي فيني اعطيكم بس هيك خلص، الباقي هو كاب بارتيكولي من طلع هون الاكس ان ديريفال عشان هيك ضلت اكس هون الديريفال لما اكس هي مو ان عشان هيك صارت مو ان اكس. فبشكل عام هي. وعلى فكره بس يكون الاكسبونسيال مضروب بنمبر ا بضل النمبر ا. هذا الموضوع كمان ما غير. يعني اكس كريم هي ذاتها اكس. نفس الشيء هون U prime بضلوا الـ A برد U prime فوق إذا كان ملتكية مثل العادي. طيب كيف فيني استغل؟ فيني استغل، فيني بلش بشي بسيط مثل الإكزامبلات اللي بتكون قروهم. يعني إذا أنا عم جيب مثلا E على فيسانس 2X مو A دريفال طريقة هي هاي هي شكلة F بس ما فيها لا E فوق V ولا E سر V ولا شيء. فساعتها بعمل لقوان دريفالة هاي L هي U prime. شو الدريفيلة فوق؟ 2 وهي بتضل E دوز إكس مو. هالقد سهلة سهلة لدرجة إنها ما بتصدق يعني. خلصت. طعموا دريفيلة الإكسبوزون وضربوها بإكسبوزون. بس طيب وحدة ثانية إذا جيت قويت الدوز شوي فوق حطيت إكس لو كاري مو 4 إكس بلس 1 وعم بعمل دريفيلة. نفس الشيء بعمل دريفيل للاكس بوزون هي لقولينهم عادي. يعني شو بصير؟ 2x موان 4 بس هذا كله يعني بنحطه عند البرانتيز ملتبليات الاكسبونسيال. الشيء الغريب بالاكسبونسيال بالدريفيل انه دائما الاكسبونسيال بترجع تبين بالدريفيل من ورا هذا لانه الدريفيل للقريب بيرجع يبين فيها القريب بس مضروب بالدريفيل. هلا هولي اذا ابلكاسيون دريفيل يعني هول إذا أنت عم تعمل شكلها هي عن جد أو أب بيكون شكلها إي ملتبليه بار أن أون. يعني بصير في إي فوغيه وإي سيرفيه. يعني مثلا ممكن يكون في عندي رح آخذ فونكسيون ممكن يكون مثلا 2x موان 3 و E على بيسونس موان إكس. انا نعملها دريفيل هون. انتبه اذا رح تعمل اف برين هون القصة مش بهالبساطة اكسبونسيال. بدك تنتبه انه هيدي شكلها يو فوا في. يعني الدريفيل لها في عندها راجل يو برين في بلس ذا برين. بتبلش هلا تشتغل مين هي؟ من هي هون الـ E'؟ الـ U المقصود فيها هاي. هي ما خاصة بالـ Exponential، بولينوم عام. فبتعمل له دريفي، يعني هيدا الـ U قلنا وهيدا الـ V. الـ V هلا Exponential. أوكي؟ الـ U
بريم شو بصير؟ دو بفضل احطه عند البرانتيز هذا الاثنين فافي الفي بترجع بتنقله اي على بالسونس المعيز عم نطبق الراجل عادي اي بريم فافي لهلا بعد ما استفدت من الاكسبونسيال هلا حاستفيد بلس في بريم لكن بلس في بريم مين هي الفي بريم يعني الدريفي للاو مو اكس هي هي فينا نعتبرها او اي تمام نفس الشيء شو الدريفي للاو مو اكس مو او مو اكس شفت لما بحطوها في بارانتيز كلمه بسيطه عن هذا الفي بريم اللي حطيته هلا ملتيبليه بار كوا بار او او برجع بنقول لهذا هو زيت يعني 2x مو اكس كومبلي مش في تلاميذ شو بتعمل بتبسط الامور بتفكر انه بس بعمل دريفال هذا رد دريفال هاي غلط هاي بشكل اي فافي عندها راجل قديم هذيك السنه خلص بدنا نلتزم اي بريم في بلس في بريم انت الشيء الجديد الوحيد هون اللي شفته هلا هي في بريم بس الدريفال الاو هي مو او مو اكس او اي بريم فور هون ممنوع تخليها هون حتلاحظوا شغله دائما بالاي فافي بدي اسوي ليكم لما عملتوا انتوا اي بريم فافي بينت الاو ولما عملته في بريم بالفي بريم كمان بينت الاو فهذا الشيء معناته انه دائما الاو راح تبين كرمال هيك دائما بناخذها فاكتور قمه لك شو بنعمل نفتح بارانتيز كبير بنحطها برا للاو دائما لانه بكره بالفارياسيون هي ما بتاثر على شيء هي تجور بوزيتيف في الاو فهمت كيف اخذت الاو مو اكس فاكتور وشو مضروبه اول شيء بدو هون كريسيلي دو موان انتبهوا فهيدي الموان بدي اضربها بهون لما اخذت انا الام واكس مفتوح فشو بتصير هلا جوا؟ موان دوز اكس بيستوعب هلا يلي بينزعج من هالموضوع شو في يعمل؟ في يعمل لها ديفلوبمون كامله لهي ويرجع ياخذ الام واكس مفتوح بيكون اريح لك بس انه انا فيني اشوفها من هون اخر شيء بتطلع هون في البرانتيز موان دوز اكس بلس 5 انا بكره بصير مطلوب منك تعمل دريفي ايجال ازيرو لتعمل المقصوم من بس نبلش اكيد ياخذ كونجيتي في شغلة حقلكم عنا كمعلومة كل فونكسيون شكلها بولينوم مضروب بإكسبونانسيال الدريفي تبعه حيطلع بولينوم تاني بس دو ميم دوغري يعني هيدا الدوغري تبعه اه صح؟ 2x مون 3 شكله ax بلس بي بيطلع فورم تاني كمان ax بلس بي مضروب بنفس الإكسبونانسيال فهمتوا؟ يعني هي ام واي اكس ضلت هون شو؟ ام واي اكس هيدا بولينوم دوغري اه ضلوا هيدا كمان بولينوم دوغري شو؟ لو كان هيدا بولينوم دو دغري دو كان حيضلوا هيدا بولينوم دو دغري بس طبعا كان اختلف ماشي هيدي دائما غايه باليوفورم اذا عندكم بولينوم مضروب اكسبونسيال نفس الشيء اذا عندكم فراكسيون عاد اذا عندك فراكسيون فوق وتحت في اكسبونسيال تعملوا اي بريم في مو في بريم اي سير في اخرى مع الفورمولات اللي نزلتهم الشيء الوحيد هلا انه بس تيجي لتجيب دريفي للاو عم تستعمل انت هيدا او وحده منهم هذا الشيء الوحيد كرمال تعرفوا تكفوا سؤال الدريفات اللي ماشي لانه هول حتشتغلوا فيهم بخلص رح نرجع نحله لازم لا خلصنا دريفات كرمال نشرح الليميت بعد الفرصه هلا نحن صراحه للامتحان يمكن هذا الدرس ما يكون مطلوب كاتيود بس مطلوب هيك كفورمولات يعني رازود دريفات ليميت هلحق الليميت اكيد عشان هيك يمكن نضطر ناخذ شي ساعه او ساعتين بس بس يمكن كاتيود ورسمي يمكن ما ندخله بالامتحان ماشي ندخل اللوغاريتم بس اوكي يلا يعطيكم العافية وتكونوا مستعدين بالفرصة اذا حددنا شي مره نهار بحكي عند اليوم او يومين ونشتغل الاضافي شي ساعه او ساعتين اوكي يلا نبسط اوكي يعطيك العافيه